أنواع السهو. الإنسان ممكن يسهو على فريضة، ممكن يسهو على فضيلة، ممكن على سنة، والسنن ذاغ أنواع. السهو عن فضيلة مثلا، واحد يقرأ قنوت، القنوت نتاع الصبح، إما نساه نهائيا ولا كان يقرأه وأخطأ، هل يجبر بالسجود؟ الجواب لا، لا سجود في سهو عن فضيلة. يون يخدم القنوت ذي الظلث من الصبح، اخي نكيد المالكية من ظل ركعتين من الصبح، ركع بعد الركعة الثانية قبل الركوع أدنوي القنوت، وعند غيرنا يخدم القنوت بعد الرفع من الركوع، وكلاهما ورد يعني في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إلا صوت أصلا ودغري ضارة دعاء القنوت، ولاش ذيك السجود السهو؟ إما إلا ثغرت تصوت تروحك جملة كلمة أيضا لا سجود، خطر وقي فضيلة. السهو عن الفريضة إما إلا يون يتسو مثلا الركوع وقي نغيت ركعة كاملة، السهو عن ركعة كاملة أو عن ركوع وقي هل يجبر بسجود السهو؟ الجواب لازم يؤتى به خطر الركن، وبعد ذلك يسجد سجود السهو البعدي. مثلا يون يتسو الركوع، الركعة اللي يلغيها ما يقطعش الصلاة، لأنه نأكد على أمر مهم، قطع الصلاة تمكين لوسوسة الشيطان، يولي الإنسان يولي الشيطان يتحكم فيه فيسهو كثيرا في صلاته ووضوئه وصيامه وفي كل شيء. فغادي نغبلي ما لا يون يلدي ثبور في الشيطان من المكتسوى ذيك زمثة الظليثي سادي يغال أذي تطفذيك الوسواس ياكي أذي يغال غطان أذي وعر باش أذي يحلو. إذا الإنسان حتى كي ينسى ركعة كاملة تفكرها ولا ركوع كامل، الإنسان صلى قرأ سورة الفاتحة ثم قرأ سورة، بدل أن يركع سجد، بعد كي وصل السجود تفكر الركوع، يلغي هذيك، يلغيها، لأنه الركعة بالركوع تحصل أو تتحقق، الركعة بالركوع وسجدتيه وسجدتين، أما وقد نسي الركوع يلغي تلك الركعة ثم يأتي بها والسلام، وبعد ذلك يأتي بسجود السهو البعدي. إذن السؤال، هل يرقع يعني يجبر الخلل اللي نساه يعني في الركن بالسجود؟ الجواب لا، لازم يؤتى به لأنه ركن، لأنه فريضة. الركوع إلى قفي دياوي أديو ركعة تجدد من فوق أدياوي سجود السهو البعدي يعني السجدتين. والسجود عن السنة إما إلا السهو عن السنن، ثلاثة ذي السنن، نعم. والسنن ذاغ أنواع، لنت سنن خارجة عن الصلاة، لنت سنن داخلة في الصلاة، نغ سنن قبل الشروع في الصلاة، وسنن بعد الشروع في الصلاة. مثلا السنن قبل الدخول في الصلاة، لانت السنن يون ما يتسوثنت، ولكن السنة لانت السنن ولكن قبل هذيك الشم في الظليث. مثلا يتسو الأذان، نروحو نصليو بلا الأذان،
السنة الأذان ماشي فرض، سنة. نسينا الإقامة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد، بعدين قد قامت الصلاة نسيناها، نساها الإمام، نساها المؤذن، نسيناها كامل وصلينا عادي. ما كانش سجود السهو في كذاك السنن يلان قبل أن نشم ذي الظليف. تسوية الصفوف أيضا، تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ولكن عدم التسوية لا يجبر بالسجود، لا سجود سهو، لا يتقرر سجود السهو، ما إلا ونخذي مالا تسوية الصفوف عندنا نغلظ ذي شغلاكي ونزمارة نجبر السجود ولاش ذيك السجود. ونفس الشيء بالنسبة للسترة وغيرها من الأمور، هي سنن خارجة عن الصلاة أو قبل الشروع في الصلاة. لانت السنن في كذاكي اللي داخلة في الصلاة، مثلا الإنسان نسي السر والجهر، صلاة المغرب الركعتان في مزورة بالجهر، إما إلا الإنسان نسى الجهر قرأ يعني صلى ركعتي المغرب الأولى والثانية سرا، ماذا فعل؟ راه أنقص من صلاته سنة وجب السجود لها قبليا. أي غير سجود السهو القبلي يعني قبل ذي السلم، أخطر يتسوم الجهر. والعكس، صلاة الظهر صلاها جهرا نغل العصر يقول الله أكبر ويجهر كيفيق، ماشي إذا يقطع صلاته مرة أخرى لا يقطع صلاته، يكمل بعد السلام كيسلم يجيب سجود السهو البعدي. أعلاه خطر زاد، كاين الزيادة في الصلاة والزيادة تكمن في الجهر في الصلاة السرية. أنت يجهر ذي ظلت نطهور وتظلت نطهور إلى قتل سرية. فكمثال كذلك نسيان صورة، يون مثلا يزول ركعة مزواروث الفاتحة من بعد ركعة مباشرة يتشوثا صورة، يعني يقرأ ما تيسر. كي نقول نسيان صورة يعني إما صورة من الصور القصيرة المتوسطة أو الطويلة لا يهم، أو لم يقرأ ولو آية، لو كان ديني مدهامتان الله أكبر الرحمن علم القرآن مثلا، لو كان يقول آية آية يكفي تجزئ ولو كانت قصيرة، لا ينظر إلى عدد الكلمات أو المهم، ما يصدق أن نسميه بالآية، ما يوصف بالآية، يوث الآية تكفي تجزي. بعد التشهد في ثقي نذكرها من الآن، إما إلى الإنسان اجتمع عنده سجود السهو القبلي والبعدي، ذاك يغلب سجود السهو القبلي. مثلا وريخ ذمار التحيات لم يفصل بين مثلا المغرب بين الركعة الأولى بين الركعتين أولين والركعة الثالثة، لم يفصل بينهما بالتحيات بالتشهد نظم مباشرة، ذاك نقص وفي نفس الوقت دار زيادة، ماذا يصنع؟ هذا يخدم سجود السهو القبلي. في الظهر مثلا يخدم الركعة الأولى جهرا، يخدم الزيادة، يتسو مثلا التحيات والتشهد، ذاك يغلب سجود السهو القبلي.